إذا ننقل كل ذلك إلى لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا لينا. دعينا يعني نبدأ من البيانات الأخيرة المخيبة للتوقعات في الصين والحديث هذه المرة عن سلاسل الإمداد والتوريد التي تشهد عثرات في العالم، إلى أي مدى تفاقم هذه النتائج من ذلك؟ نعم، أهلا بك. طيب بالنسبة بالفعل هناك تباطؤ كان بالنمو الاقتصاد الصيني، نحن تراجعنا تقريبا ل 4.19% من 7.19%، يعني هذه التراجعات شهدناها في شهر سبتمبر، جاءت يعني هذا التباطؤ بأكثر من التوقعات بكثير. فبالتالي إذا نظرنا الملفت بالنظر أنه النمو خلال 12 شهر يعتبر هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2020، ولو باستثناء أيضا الربع الأول والثاني، فمستويات النمو المتحققة خلال 12 في الربع الثالث من الربع الثالث الماضي، يعني نحن عم نتوقع أنه يكون هو الأدنى منذ تسعينات القرن الماضي. فبالتالي ارتفعت نمو مبيعات التجزئة، ولكن لاحظنا تراجعات بالإنتاج الصناعي. بالفعل هناك أزمة حقيقية في الصين تدل على نقص أو تدل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا سينعكس تأثيره على دول مثل الهند، مثل اليابان، وأيضا على دول نتحدث عنها، دول هي مرتبطة بالاقتصاد الصيني كأستراليا وأيضا نيوزيلندا، فسيمتد هذا التأثير. لا نتحدث عن الاقتصاد الصيني كإنكماش، لكن سيكون هناك تباطؤ في دول عدة، لأنه يشكل الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاديات دول العالم، تقريبا 18.7 من اقتصاد دول العالم، فسيكون له تأثير على دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وربما يعني سنشهد أيضا تباطؤ في دول أخرى مثل اليابان وغيرها من الدول الأخرى. نعم. فنحن بالفعل نتيجة أزمة سلاسل التوريد وأزمة الطاقة عم تشكل تهديد للاقتصاد العالمي، تهديد للتعافي. يعني هذا ما أريد أن أسأل عنه لينا، بأنه ارتفاعات أسعار النفط إذا ما استمرت معنا طبعا هي ستهدد مسار التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، ولكن أين هو السقف بالنسبة لبرنت برأيك؟ بالنسبة طبعا لأسعار النفط، يعني تشكل يعني عم نشوف كيف التحول من الغاز والفحم إلى التحول إلى الطلب على النفط، وعم نشوف أسعار النفط عم تواصل صعودها، ربما نستمر في مسيرة هذه الصعود، لأن أزمة اختناق سلاسل التوريد هي مشكلة حقيقية لن تحل خلال أشهر، ربما تحتاج خلال عام 2022 لحل هذه المشكلة. فهذه المشكلة تؤثر بشكل كبير بالفعل، وسوف نشهد برأي ارتفاعات لأسعار النفط ربما نصل إلى مستويات أكثر من ذلك، نتحدث عن 90 و100 دولار ربما نشهدها أسعار النفط بالفعل لو استمرت في مسيرة الصعود، ولو بقيت هذه المشكلة يعني مشكلة أزمة الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، فسوف نرى ارتفاعات حقيقية في أسعار النفط، وخاصة مع التزام أوبك بنفس التخفيضات بنفس 400,000 برميل يوميا، يعني هذا يعني فقط هذه الزيادة لا تكفي نتيجة مستويات الطلب. نحن مقبلين على أيضا على فصل الشتاء والتدفئة، فبالتالي نتيجة هذا النقص في أزمة الطاقة فسيتحول من الغاز والفحم الطلب إلى بالفعل إلى نعم. الطلب على النفط. نعم. لينا دعينا نعرج على نتائج الشركات وموسم الإعلانات، إلى أي مدى يعني ينسجم مع التعافي، دعينا نقول نسبي وخروج مرحلي من جائحة كورونا وتبعاتها. نعم بالفعل نحن نترقب موسم نتائج الشركات، وأعطتنا جولدمان ساكس وغيرها من الشركات في البنوك إيجابية، هذه يعني بالفعل كانت النتائج إيجابية وتدل على أنه بداية التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي. يعني نحن حتى يعني نتيجة هذه الحزم التحفيزية التي قامت بها الحكومات لها تأثير يعني إيجابي بالفعل على الاقتصاد العالمي، لكن نترقب شركات
شركات لها علاقة بسلاسل بسلاسل التوريد، فيعني هناك بعض الشركات يعني بالفعل يعني جاءت رغم أزمة سلاسل التوريد، شهدنا أنها يعني ظهرت من هذه المشكلة مثل بي ام دبليو، يعني ربما هذه من الشركات، ونحن نعرف أن أشباه المواصلات متأثرة بأزمة سلاسل التوريد، فجاءت النتائج يعني توقعات بهذه النتائج الإيجابية. نترقب شركة تسلا هل ستكون مثل بي ام دبليو وسوف يعني تخرج من أزمة سلاسل التوريد أو أزمة أشباه المواصلات. فبالتالي نحن نتحدث أيضا عن فيدكس، أعطتنا نتائج مخيبة للأمان، توقع يعني دخل الشركة انخفض من 1.19 مليار دولار مقابل كانت انخفاض من 1.28 مليار، هذا بالنسبة لدخل الشركة، لكن بربحية السهم طبعا كان انخفاض ب 4.37. نعم، فبالتالي نترقب العديد من الشركات مثل تسلا، وأيضا سوف تظهر هذا الأسبوع، سوف نراقبها في ظل أزمة سلاسل التوريد. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب.